ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن ملامح الدستور الجديد سيتحدد خلال استفتاء شعبي. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحوار الوطني مع المنظمات الوطنية سينطلق على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا حوار مع من وصفهم بالانقلابيين. هيئه الانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاقات الانتخابيه القادمه شرط ان تكون بتركيبه اخرى علاوه على شرط واضح لانطلاق الحوار الوطني مفاده ان حوار مع الانقلابيين وعدا بتونس جديده ودستور جديد بهذه الكلمات وضح رئيس الجمهوريه قيس سعيد معالم المرحله السياسيه القادمه في تونس مشددا على عدم اشراك الذين تورطوا في تازيم الوضع طيله عشر سنوات جاء ذلك في كلمه القاها سعيد في ذكرى وفاه مؤسس تونس الحديثه الزعيم الحبيب بورقيبه وبعد سلسله لقاءات بقيادات المنظمات الوطنيه نحن أيضا لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق على من ينوونه فعله من اجتماعات افتراضية متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية هل هذه الوطنية تصريحات قرأها ناشطون باستبعاد الأحزاب التي أدخلت تونس في أزمتها السياسية الراهنة بالنسبة للرئيس مازالت المسألة مش واضحة برشا على اس... على اساس شكون الشارك وشكون ماهوش بالنسبه للطيف المدني قال اللي حب يشارك يشارك فما حتى ريستريكسيون بالنسبه للمجتمع المدني ويشير مراقبون الى ان الطرف السياسي المقصود بالابعاد عن الحوار الوطني يتمثل اساسا في حركه النهضه التي تقود الان محاولات لاعاده نشاط البرلمان المنحل وهو ما يصفه الرئيس سعيد بمحاوله انقلابيه فاشله. هو بالتاكيد يقصد عددا من الاحزاب التي يرى انها مورطه في المازق السياسي والاقتصادي الذي وصلته البلاد قبل 25 جويليه وتحديدا لم يسمي اسماء لكن عندما نتابع مواقفه من حركه النهضه من ما وقع لنور الدين البحيري من مواقع المحاكمات استدعاء بعض النواب اثر الجلسه الاخيره فيبدو ان المقصود هو حركه النهضه وحلفائها وبوضوح نسبي للرؤيه بحسب مراقبين تستعد تونس لنشاط غير مسبوق لساحتها السياسيه في الاسابيع المقبله بقواعد جديده ولاعبين جدد أضحت المعالم السياسية للفترة المقبلة في تونس أكثر وضوحاً بعد وضع الرئيس سعيد ملامح النظام الانتخابي الجديد وشروطه للحوار الوطني. الكرة الآن في ملعب المنظمات الوطنية والأحزاب في التفاعل معها سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية تونس. للمزيد معنا من تونس الناشط السياسي فؤاد ثامر والمحامي والناشط الحقوقي عماد بن حليمه. مرحبا بكم ضيفي الكريمين، ابدا معك سيد فؤاد واخيرا اقتنع الرئيس قيس سعيد بضروره الذهاب الى حوار لا يضم فقط اعضاء المجتمع المدني وانما الاحزاب السياسيه لكن من دون الانقلابيين. هل تعتقد ان هذا الحوار يمضي في السكه الصحيحه؟ شكرا على الاستضافه ومرحبا بكل مشاهدي سكاي نيوز عربيه. طبعا يعني كل الطيف السياسي وكل الفاعلين السياسيين في تونس والمدنيين يطالبون بالحوار الوطني ويعتقدون كونه المخرج الوحيد اليوم من الازمه التي تعيشها تونس هو الحوار الوطني. ولكن لا معنى لحوار وطني يكون على اساس الاقصاء لان اليوم يعني الغايه من الحوار الوطني هو مخرجات يجمع عليها الجميع وتكون متفق عليها ولا يوجد يعني لا تشوبها شائبه وبالتالي اليوم يعني تونس يعني لها تجربه في الحوار الوطني واليوم الرئيس عندما يتحدث على حوار وطني على قاعده الاستشاره فلا اعتقد كونه يعني من سيحضر هذا الحوار سيكون يعني شهاد زور بل الكل يتطلع الى ان يكون فاعل في هذا الحوار الوطني وان تكون كل الرؤى الوطنيه او المشتركه الادنى المشترك بين التونسيين والتونسيات يعني هو ما سيكون مخرجات هذا الحوار الوطني وبالتالي اذا كنا كنا نريد حلا لتونس من ازمتها السياسيه الخانقه التي تعيشها فلا بد من كون ان يكون هناك حوار وطني جامع وان تكون يعني مخرجات هذا الحوار متفق عليها من الجميع. ما رايك سيد عماد بن حليمه الحوار لا يمكن ان يبنى على الاقصاء ويجب ان يكون تشاركيا والا فنحن لسنا في السكه الصحيحه كيف ترد على من يقول هذا الكلام شكرا الكلام في تعبيراته جميل لكن في تطبيقاته وبعد ان استمعت اليوم إلى السيد رئيس الجمهورية أولا هنالك ملاحظة مهمة وأن الرئيس وضع اليوم الإخوان في مكان أكثر رفاهة فوصفها لم يعد يصفهم بالإرهابيين وبناهي به المال العام وإنما يصفهم فقط بالانقلابيين والانقلابيين هو توصيف سياسي وهو ليس توصيف خبيث توصيف اليوم نعم ومن قصدك يعني. مقبرة بورقيبه وهذه تصنيف نعم انقلابي م. هو تصنيف سياسي آه اليوم وفي إطار التقنيات الجديدة للاتصال لرئيس الجمهورية خطاب من مقبرة قبر فيه الحوار الوطني لأن الحوار الوطني أنا متفق مع من يقول وأنه لا يجب أن يشمل من تسبب في خراب تونس في هذه العشرية الأخيرة وعلى وجه التحديد الأخوان لأنه من ساهم في الخراب ومن كرس الخراب لا يمكن أن يكون شريكا في إعادة البناء لكن أه أن الحوار يجب أن يجمع أطراف مختلفة أه فرقا لهم تصورات مختلفة في الإصلاحات السياسية لأن هذا الحوار الوطني ليس كالحوار الوطني لسنة 2013 لا يدور حول تسليم السلطة من الإخوان إلى حكومة محايدة وإنما يدور تدور حول الإصلاحات السياسية اليوم الرئيس لما يقول وان الحوار سيكون على قاعده ما انتهت اليه نتائج الاستشاره الالكترونيه يعني انه لن يكون حوار بالنهايه باعتبار انه هو فيه شروط وفيه ضروره القبول بنتائج الاستشاره، هذه الاستشاره التي تمت في غرفه مظلمه لا نعرف العدد الحقيقي، ليست هنالك هيئه مستقله اشرفت عليها لا نعرف كيف تمت العمليات الاحصائيه لنتائجها وقاموا بها معاونين وموظفين يعملون عند رئيس الجمهوريه لا يمكن وهي ضعيفه من حيث من حيث نسبه المشاركه لا يمكن ان تكون هي القاعده للاصلاحات السياسيه الواضح وان الرئيس يعمل تحت الضغط فهو من في طور يقول وان الحوار الحقيقي هو الحوار مع الشعب حول الاستشاره ومن ناحيه اخرى وحينما يقوى الضغط الدولي يقول انه الاستشاره هي تمهيد للحوار الوطني ثم اليوم يرجع ويقول ان الحوار الوطني سيكون على قاعده نتائج الاستشاره الحوار الوطني الحقيقي هو الذي تكون له مخرجات ملزمه لجميع الاطراف ليس فقط تلعب فيه المنظمات والاحزاب والقوى المدنيه دور الديكار لاضفاء الشرعيه على مشروع يريد رئيس الجمهوريه ولكن ان السيد من يقول فقط انه سيستند فقط للاستشاره نعم. ممكن تكون هذه الاستشاره منطلق لبناء تصورات وبناء ايضا يعني اصلاحات سياسيه لقياده البلاد في المرحله المقبله من يقرا بين السطور ومن يعرف شخصية قيس سعيد وأنه عنيد وأنه لا يستمع لأي رأي آخر ينتهي للقول وأنه أبدأ اليوم هل يعقل أن يتحدث رئيس الجمهورية عن نظام الانتخاب قبل الدخول في حوار وطني؟ م. اليوم قال وأن الانتخاب سيكون على الأفراد في دورتين، قال وأنه سيكون هنالك دستور جديد ولن يكون هنالك تعديل للدستور يجب أن نفهم اليوم واننا في ان الرئيس اليوم يحكم البلاد خارج الدستور، خارج القوانين، خارج كل منظومه الحكم. والبحث عن الشرعيه يجب ان يكون في اطار وفاق وطني واسع حتى تكون الاختيارات والاصلاحات السياسيه اصلاحات حقيقيه تدوم في الزمان، لانه نحن اكتوينا طيب. بتجربه الاخوان، الاخوان اتوا بعد 23 اكتوبر 2011 ووضعوا دستورا ومنظومه على مهم. قياسهم سقطت المنظومة وسقطوه نحن لا نريد أن نضع منظومة جديدة هي منظومة قيس سعيد طيب. ستسقط برحيله هذا غير معقول ثم أن اليوم الرئيس يدافع كذلك عن فكرة سحب إرساء النظام القاعدي وتمكين الناخب من سحب الثقة من النائب أنا أقول لرئيس الجمهورية إذا تحولنا من جديد إلى نظام رئاسي في كما يسمح أو يمنح الحق للنائب بأن يسحب الثقة من يسمح للناخب بأن يسحب الثقة من النائب كذلك لابد أن نقر بحق الناخب في سحب الثقة من رئيس الجمهورية إذا هو أخل بالتزاماته ما يجب أن يفهمه الرئيس اليوم طيب أنه أه لا مخرج أه للأزمة السياسية أه بدون حوار وطني حقيقي وعليه أن يتخلى عن هذا الحلم الذي يراوده منذ مدة دعني أسأل وهو سيد إرسال نظام قاعد جديد هذا يقلب بموجبه الهرم نعم. لتصبح القاعدة هي المتحكمة وتنهار بذلك دولة القانون والمؤسسات وتصبح دولة المجموعات وهذا هو البرنامج الخطير الذي يعمل الرئيس على ارسائه والذي هو ماضي فيه طيب خلينا نسال و... السيد فؤاد اسمح لي لانه اعطيتك الوقت الكافي كلامي في غير او قراءه في غير, سيد سيد في غير صحيحه نعم حتى وأن يكون الوقت هناك بشكل حوار بتوازم. وطني حقيقي نعم. له مخرجات ملزمه لكنني انا شخصيا لا أنتظر شيء من هذا الحوار طيب وأريد أن عماد بن حليمه المنظمات الوطنية لا يسمع الكبرى لا إلي وأسأل سيد فؤاد حتى أوزع وزع الوقت لأن الوقت يعني يأخذنا وبالتالي أسأل سيد فؤاد ما شكل هذا الحوار هل تعتقد بأن هذا الحوار سيضع قطيعة مع ممارسات الماضي مع ممارسات جماعة النهضة أم سيدخلنا في حقيقةً منزلق اخر منعطف اخر قد لا يعني تكون معالمه واضحه على الاقل طبعا يعني هو المتضح كونه واليوم كلمة رئيس الجمهورية عندما يتحدث أن الحوار انطلق بمجرد لقائه مع المنظمات ومجرد لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني ويعتبر هذا انطلاق الحوار فلا أعتقد كونه هذا هو الحوار الذي ينتظره التونسيين والتونسيات وبالتالي يعني هذا مسلك خاطئ وكذلك أتفق مع الأستاذ بن حليمة فيما قال عندما يتحدث على كونه يعني هذا الحوار المشروع المشروط بكونه نتائج الاستشاره التي لا نعتقد في في نجاحها لان نسبه المشاركه كانت فيها نسبه هزيله وبالتالي اليوم عندما نعتمد شروط هذه الاستشاره فكاننا يعني نتحدث على ونجهز على هذا الحوار قبل ان يبدا لانه الاصل في الحوار كونه تكون هناك افكار يعني متنوعه وافكار متضاده يتم التحاور ويتم الخلاص الى يعني افكار تكون متفق عليها من الجميع، ثم كما قلت يعني لا وجود لا نعتقد في كون الحل في يعني حوار فولكلوري. نحن نعتقد في حوار يعني يكون عميق ويكون على اسس صحيحه ويتناول كل القضايا الخلافيه وكل ال 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 يعني الازمات التي عاشتها تونس يعني في 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 هذا ال التي يعني جعلتنا نصل الى هذا الطريق المسدود حتى يكون المستقبل افضل وحتى لا, لا نعيد يعني نفس الاشكالات التي وقعنا فيها سابقا ثم يعني كما قلت سابقا يعني تجربه حوار 2013 يمكن البناء عليها ويمكن كونه اليوم كونه نجتمع حول مشروع ونجتمع حول فكره يعني تكون متفق عليها بين الجميع لانه حقا هذا ما يريده التونسيين وبالتونسيات وخاصة اليوم زاد كذلك اليوم لا بد يعني كونه ولكن حوار 2013 يعني ادانا الى, إلى بسدود. الاجتماعي والاقتصاد قد يجادلك البعض ويقول لك بانه حوار 2013 لا. دفع بالامور الى ما وصلنا اليه اليوم الان البعض يقول بانه تونس على حافه الانهيار بسبب طبيعة النظام السياسي الذي تم إرساؤه وفق هذا الحوار السياسي طبعا اليوم يمكن أن يكون من مخرجات الحوار الوطني ومتفق عليه كونه تغيير النظام السياسي ولكن لا يكون هذا التغيير منفرد بشخص يعني رئيس الجمهورية يفرض هذا ولكن يعني الكل اليوم يعي جيدا كونه النظام السياسي لم يكن جيد ولم يصلح في الفترة التي عشناها سابقا وعليه ضرورة كونه تغيير النظام السياسي ثم العودة إلى حوار وطني 2013 بالعكس كان ناجح وكان يعني خلنا يعني يعني الرباع الراعي الحوار يحوز على جائزه نوبل للسلام ليش معيار يعني يا سيد يعني والد. كان نوبل. يعني منعت نعم البعض يقول لك وش معيار كان يعني هناك منعرج خطير كانت ستعيشه لا يعني تونس كانت ستعيش منعرج خطير وخطير جدا في 2013 والحوار الوطني هو ذا اللي انقذ الموقف وخلى يعني الفرقاء السياسيين يجلسون على طاوله ويخرجون ب يعني قواعد مشتركه وب يعني الادنى المشترك الذي باركه جميع التونسيين والتونسيات وبالتالي اليوم الوضعيه التي يعيشها التونسي اليوم ضروري كونه زاد كل السياسيين ورئيس الجمهوريه كونه يلتفت من السياسي يذهب الى الاقتصاد والاجت لانه اليوم يعني الاكثر يعني ضروره والحاح بالنسبه للمواطن التونسي هو يعني معيشته، هو يعني وضعه الاقتصادي والاجتماعي الذي اصبح في تدهور كبير، وكذلك وضعيه الماليه العموميه التي اصبحت في تازم كبير، الاصل فيه كون هذه المحاور الكبرى التي يلتفت اليها رئيس الجمهوريه ويلتفت اليها كل الفاعلين السياسيين والمدنيين اليوم في تونس حتى نجد مخارج لهذه يعني الازمه الخانقه التي تعيشها تونس وبالتالي يعني هذه الاولويات الاولويات الاقتصاديه الاجتماعيه قبل ان تكون سياسيه صحيح يعني الواقع السياسي اليوم يفرض حاله ولكن اليوم لا مناص من كونه اليوم نوفر رفاه للمواطن التونسي وحتى يعني طيب هذه نقطه جيده لانه في 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 خلفيه المواطن وفي اليوم حتى سيد فؤاد اسمح يعني لي على المقاطعه هي هم سياسي اكثر من يوم قوت انت انت ذكرت نقطه ما. مهمه جدا سيد فؤاد فيما يتعلق بالرباعي الراعي للحوار في عام 2013 وكيف انه اخذ جائزه نوبل للسلام لانه جنب تونس من كان خطير في ذلك الوقت ودعني اسال هنا سيد عماد بن حليمه الان حينما يتم اقصاء طب. بعض الاحزاب السياسيه ربما حركه النهضه اتلاف الكرامه وبعض شركائهم الا يمكن ان يدفع بالتصادم بسفك الدماء لا قدر الله؟ لا انا شخصيا لا اعتقد ذلك لان الظرف ليس ظرف لانه سنه 2013 كنا في مرحله تاسيسيه وكنا تحكم البلاد بدستور صغير وبمجلس تاسيسي مكلف باعداد دستور للبلاد اليوم الوضع تغير سنة 2013 الحوار الوطني كان يجب أن يحدث لأن هذا الحوار وخروج الأخوان من السلطة جاء بعد اغتيالين سياسيين 6 فبراير شكري بالعيد و 25 يوليو الحاج محمد البراهمي مع انتشار الإرهاب مع أنه لم تكن هنالك دولة كنا في حالة تقريب خراب مؤسساتي اليوم هو غير الوضع هو غير الوضع داخليا واقليميا وهنالك توجه عام دولي لانهاء منظومه الاسلام السياسي وانا شخصيا لا اتخيل وان 25 يوليو قام به قيس سعيد بدون ضوء اخضر امريكي هذا امر انا لا اتصوره هنالك اليوم خلاف بين القوى الداعمه لانهاء الاسلام السياسي في تونس وبين المسار الذي اتخذه قيس سعيد بعد خمسه وعشرين يوليو انا كنت من اول المساندين لهذا المسار ولكن اليوم نختلف حول تصور الاصلاحات لا اعتقد ان الاخوان اليوم علي قوه تسمح لهم بالمواجهة في الشوارع تسمح. الأخوان يعني يمثلون في تونس لن ليس, يواجهوا ليس في الشارع. أكثر سيد عماد. اسمح من 10 أو 12% هم لن يشاركوا في الحوار سيتم نعم. إبعادهم على حد قول الرئيس أن الإنقلابيين لن يشاركوا في هذا الحوار ولكن هل تعتقد بأنهم سيشاركون في هذه الانتخابات؟ كيف سيتموضعون برأيك؟ هو خطا الاخوان منذ سنه 2011 الخطا الاستراتيجي القاتل الذي دفع بهم الى السقوط هو اصرارهم على البقاء في السلطه وعقد كل التحالفات السياسيه الغير ممكنه من اجل البقاء في السلطه وهذا ما عجل برحيلهم اليوم الاخوان لهم ان يجلسوا على كرسي المعارضه وأن يعيدوا إعادة بناء حزبهم وإعادة بناء مشاريعهم من جديد بعد ما يدعونه من وأن يكونوا في صف المعارضة. <applause> لا 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 الأحزاب يمكن أن تكون يوما في السلطة وآخر في المعارضة هم خاضوا تجربة السلطة أنهكتهم أنهكهم الحكم عقدوا كل التحالفات التي ادت بهم الى الهاويه طيب. اليوم الفرصه مواتيه لهم لاعاده التشكل في إعادة المعارضه اعاده ترتيب ترتيب سعيد الى اليوم يوفر لهم هذه نقطه واضحه نعم قيس سعيد اليوم لهم كثير من الوقت مم. لاعاده ترتيب البيت سيد فؤاد هم الان سيعفون من المشاركة أو لن يسمح لهم بالمشاركة في الحوار هل تعتقد أن حركة النهضة سوف تواجه هذا المسار الذي يبدو ان قيس سعيد ماضي فيه سيواجهونه ام لا سينحنون لهذه العاصفه وبالتالي تكون لهم مشاركه في هذه الانتخابات بشكل او باخر، ما رايك؟ اعتقد انهم سيشاركون في هذه الانتخابات سواء كان باي باي شكل كان لانه كما تحدث الاستاذ يعني هم دائما لا يريدون التفريط في السلطه ويعتقدون كون خروجهم من السلطه هو الخطر الاكبر وبالتالي لا اعتقد في مقاطعتهم او يعني في تراجعهم ولكن اليوم اعتقد كون الوضعيه ليست يعني وضعيه صحيح ليست وضعيه 2013 كما تحدث الاستاذ بن حليمه ولانه يعني 2013 عشر كانوا هم من يقود السلطه انذاك ثم يعني كان الحوار الوطني يعني مخرجاته هو تخليهم عن عن السلطه واليوم اليوم الوضعيه مختلفه تماما لذلك نعتقد كونه لا وجود لا يعني لا وجود لحوار ناجح ومخرجات ناجح لا يكون متفق عليها الجميع واليوم عندما نتحدث على حوار وطني ومخرجات نتحدث على ديمومه حتى لا يكون يعني كل خمس سنوات ازمه سياسيه او كل يعني عشر سنوات هناك ازمه سياسيه ضروري كونه اليوم يعني عندما نذهب لحوار وطني يكون حوار يقودنا الى على الاقل او خمسين سنه انت نتحدث على مخرجات سواء كان بالنسبه للنظام السياسي سواء كان بالنسبه للقانون الانتخابي سواء كان يعني كل يعني ال 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 العناصر الأساسية الحقيقية التي يريدها اليوم شعبنا ويطالب بها المجتمع المدني والنشطاء السياسيين كونه تكون متفق عليها حتى لا نعيد تكرار هذه الأزمات يعني الأزمة تلو الأخرى، ثم أعيد وأكرر كونه الأزمة الحقيقية اليوم والمخارج الحقيقية هي المخارج الاقتصادية والاجتماعية هي التي ستمكننا من يعني ال ال الابتعاد عن هذه المأزق السياسية ولكن يعني حتى بدون استقرار سياسي لا يمكن الوصول سأكد. إلى وضع اقتصادي عادي سيد فؤاد أنا أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا لحضورك فؤاد ثامر نعم هذا هو اليوم السياسي الاستقرار السياسي لا يمكن معنا. أن يكون يبنى بخطاب تشنج شكرا جزيلا يمكن أن يكون يبنى بخطابات والعدائية نعم أشكر أيضا سيد عماد بن حليمة المحامي والناشط الحقوقي من تونس شكرا جزيلا